حياكم الله ويا هلا وغلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من خلال برنامجكم حياكم في سوق واقف. اليوم نتواجد معاكم في هذه الحلقة الجديدة، واليوم جمعة وإن شاء الله يا رب الكل مبسوط معانا بإذن الله. طبعا مشاهدينا أمس الحمد لله الكل فاز وإن شاء الله الكل مبسوط، واليوم إن شاء الله يكون أحلى وأحلى عليكم يا رب. طبعا مثل ما أنتم عارفين مشاهدينا، من خلال هذا البرنامج احنا نتواجد كل يوم في محل من محلات سوق واقف، هذا المعلم السياحي وهذا الصرح الكبير. اليوم احنا نتواجد في محل النوف للتحف والهدايا، محل النوف للتحف والهدايا. هذا المحل مشاهدينا يبيعون فيه تحف على شكل قلعة الوجبة، على شكل قلعة الزبارة، أيضا على شكل مسجد برزان، مسجد الرويس، والديوان الأميري، برج الساعة، قلعة الوجبة، قلت لكم قلعة الوكرة، أكثر من مجسم صراحة جميل. هذا المحل الحلو فيه أنه من شغل يد سلطان عبد الله المناعي، نقول له الله يعطيك ألف عافية. المحل موجود داخل سوق واقف، ومثل ما أنتم عارفين احنا نحاول أن كل حلقة نكون موجودين في محل من المحلات. طبعا مثل ما أنتم عارفين مشاهدينا فقرتنا هي 12 باب، ال 12 باب هذا كل باب خلفه سؤال، فيه عندنا سؤال على الطاير، السؤال على الطاير قيمته 1000 ريال، 1000 ريال اتصلت وجاوبت خدت الألف، ما جاوبت في محاولة ثانية، إذا ما جاوب في محاولة ثالثة، يعني السؤال على الطاير له 3 محاولات، فالكل يركز ويسمع ويتابع معانا من بداية الحلقة، ممكن الأول ما يجاوب الاتصال الثاني يلقاها باردة مبردة ويجاوب. أيضا عندنا الحق ما تلحق، الحق ما تلحق مشاهدينا عبارة عن 5 أسئلة، عندنا فيه دقيقة صح أو غلط. هذا الحق ما تلحق يحتاج منك عزيزي المشاهد سرعة البديهة، يعني الدقيقة هذه أنا أسأل لا صح غلط صح غلط صح غلط على طول ما نوقف. أيضا عندنا ما ننسى أن في الحق ما تلحق الجواب الأول، الجواب الأول هو 1000 ريال، اللي بعدها ب500، وعندنا السؤال الذهبي قيمته 5000 ريال، سؤال واحد قيمته 5000 ريال. وعندنا الفقرة الأخيرة، الفقرة الأخيرة هي فقرة عكس لمحبين التصوير، سواء من هواه أو محترفين، أي حد يقدر يشارك معانا، فقط يرسل على هاشتاج البرنامج، هاشتاج البرنامج مشاهدينا هاشتاج حياكم اندرسكور في اندرسكور سوق اندرسكور واقف. ايضا مشاهدينا ما ننسى نذكركم بارقام البرنامج 4181 4181، ونبي الكل يشارك معانا وباذن الله الكل فايز. وناخذ اول اتصال ونقول يا هلا وغلا. مساء الخير. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. هلا فيك اخوي. من وين تكلميني؟ مدينة خليفة. والله ونعم بهالمدينة خليفة، بيت بيت وحياك الله. حالك. الله يحييك يبديك. عارفة طبعا انت طريقة البرنامج عبارة عن 12 باب. ايوه ان شاء الله. كل باب وراه يا سؤال على الطاير، يا الحق ما تلحق، يا السؤال الذهبي. إن شاء الله خير. طيب، إيش رأيك نشوف الأبواب مع بعض؟ توكل على الله؟ توكل على الله. يلا، توكلنا على الله. الأبواب قدامك على الهواء. أختار 4؟ تختارين رقم 4، شنو تتوقعين وراء هذا الرقم؟ والله ما أدري، بس يلا على الله توكلنا على الله، اخترنا هذا الرقم. ان شاء الله ان شاء الله. المهم اذا بغيتينا نفتح الباب قولي افتحوا الباب توكلنا على الله. افتحوا الباب توكلنا على الله. توكلنا على الله ونعم بالله. نفتح الباب.
سؤال على الطاير، سؤال على الطاير، وان شاء الله انك قدها وقدود، وانا بشوف لك سؤال ان شاء الله حلو ان شاء الله. السؤال يقول: في اي عام افتتح جامع محمد عبد الوهاب؟ جامع محمد عبد الوهاب. جامع محمد عبد الوهاب؟ اي نعم، لا تستعجلين في الاجابه. جامع محمد عبد الوهاب الكبير، في اي عام تم افتتاحه؟ في اي عام تم افتتاحه؟ 2011 او 2012، انا محتاره بين الاثنين. وانا اقول لك يعني في الاثنين انا بسوي نفسي ما سمعتك. في الاثنين. 2000 2000 وكم؟ في شوي. هذا والله في اكثر من هالشكل. 2000 وكم؟ 2011. والله انا ما ودي حد يخسر. وان شاء الله شوي قرب لي. انت بس لا تكونين متردده، ما تكونين متردده. انت كم قلتي؟ قلت 2011. قلت لي لا ما قلت لك لا. يعني ممكن اقول لك لا وممكن اقول لك ايه. زين نكفي. يلا انت زين اسمعيني، انت الحين مركزه على 2011 خلاص؟ لا ترتبكين. انا قلت 2011. قلتي 2011 خلاص ما راح تغيرين؟ والله ما ادري صراحة. قولي ايه. ايه ان شاء الله. يلا الف مبروك. الف مبروك. لا الله يسلمك ويبارك فيك. هذه بدال الخوف، 1000 ريال بدال الخوف. الف مبروك اختي، الف مبروك. عموما في اي عام تم افتتاح جامع الامام محمد عبد الوهاب؟ في عام 2011. نعم صحيح، في عام 2011. وناخذ اتصال جديد ونقول يا هلا وغلا. الو مرحبا يا يوسف. مرحبا، مساكم الله بالخير. حياك الله اخوي. من وين تكلمنا طال عمرك؟ زين حالك؟ من وين تكلمنا؟ من عين خالد الله يسلمك. والله والنعم بهالعين خالد، يا هلا وغلا فيكم. خالد الشيخ يا مرحبا بك شيخ. شلون قضيت ايام العيد يوسف؟ والله الحمد لله، استانسنا مع العيال الحمد لله. مريت على سوق واقف؟ اكيد لازم. يا مرحبا، ان شاء الله استانستوا. بس هذا اهم شيء. يوميا موجودين في سوق واقف. الله عليك الله عليك. طيب يوسف، شاركت معانا من قبل في البرنامج؟ لا والله اول مره. أول مرة، وإن شاء الله يا رب أنك تكون فايز معانا وما تكون آخر مرة، لا تحرمنا من صوتك. عموما عندنا الأبواب من 1 لين 12، رغم 4 راح، باقي الأبواب تحت أمرك، تقدر تختار أي باب من الأبواب اللي قدامك. أي رقم تختار أخو يوسف؟ إن شاء الله نقول رقم 9. تختار رقم 9؟ 9 ان شاء الله. وشنو تتوقع وراء هذا الباب؟ الله كريم اللي موجود. شوف احنا عندنا سؤال على الطاير، الحق ما تلحق سؤال ذهبي. ان شاء الله توكل على الله. والنعم بالله والنعم بالله. طيب يوسف، اذا تبينا نفتح الباب قول توكلنا على الله نفتح الباب. توكلنا على الله نفتح الباب. نفتح الباب. السؤال الذهبي. السؤال الذهبي يوسف، بما أنك أول مرة تشارك معنا، قيمته 5000 ريال. قيمة السؤال الذهبي 5000 ريال، يحتاج منك تركيز أكثر. والسؤال والله حلو وسهل، سؤال حلو وسهل. السؤال يقول لك: في أي عام صدر قانون الخدمة الوطنية؟ لا تجاوب، انتظر شوي وركز، بعيد لك السؤال. في أي عام صدر قانون الخدمة الوطنية؟ عندنا في قطر، عندنا في قطر صدر هذا القانون، قانون الخدمة الوطنية، وفي أكثر من يعني من واحد من ربعنا وأكيد من ربعك، ويمكن أنت بعد ما أدري عاد إذا رحت ولا ما رحت، هذا أكثر شيء أقدر أسأله. والله أنا ما رحت، بس صدر القانون في سنة 2014. 2014 صدر القانون. 2014 متأكد؟
نعم متأكد. أنت قلت لي ما رحت الخدمة الوطنية صح؟ لا بس أنا عندي عيال أخوي وعيال أختي حضروا الخدمة الوطنية، كانوا في أول دفعة في 2014. شكلك شيبة يوسف. لا شباب الحمد لله القلب خضر هذه الحجة، أي واحد تقول له شيبة يقول لك القلب خضر. الله يعطيك الصحة والعافية يوسف. يوسف قلت لي 2000 وكم؟ 2014 إن شاء الله. 2014 ما أدري يعني أنت مو راضي تغير؟ لا متأكد. والله يوسف ما أدري إيش أقول لك، يعني أنا ودي أقول لك تخوف بس ما أدري. تحقق يعني تخوف أنت يوسف ولا ما تخوف؟ لا تخوف تخوف يوسف، أنت تخوف. ألف مبروك ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك ألف مبروك أخوي يوسف، 5000 ريال. الله يبارك. والله يعطيك العافية وإن شاء الله تشارك معنا دائما، وهذا أهم شيء عندنا أن نرسم الابتسامة على وجهكم مشاهدينا وين ما كنتوا، وكل عام وأنتم بألف خير. نعم، في أي عام صدر قانون الخدمة الوطنية؟ في عام 2014، حيث أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية في 11 مارس 2014. وألف مبروك. راح السؤال الذهبي مشاهدينا، لكن باقي للحين ما حد خذ. الحق ما تلحق وناخذ اتصال ونقول يا هلا وغلا. مرحبا يا نورة. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا وغلا، حياك الله. هلا فيك، الله يحييك أخوي. من وين تكلميني طال عمرك؟ أكلمك من الريان أخوي. والله ونعم بهلا الريان، ويا هلا وغلا. نعم فيك نورة، تبينا نشوف الأبواب؟ يلا إن شاء الله. إن شاء الله، أنا صوتك صوت واحدة متحمسة، وإن شاء الله نجقدها وقدود، وبإذن الله بإذن الله ما في حد خسران بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب الأبواب قدامك؟ بإذن الله إن شاء الله نشوف رقم 12. رقم 12، شنو تتوقعين وراء هذا الرقم؟ إن شاء الله إن شاء الله تلحق ما تلحق. الحق ما تلحق إن شاء الله يا رب. إنزين تبينا نفتح الباب؟ توكل على الله إن شاء الله. توكلنا على الله، نفتح الباب. يلا يلا. سؤال على الطائر يا بنت الريان. يلا الحمد لله. سؤال على الطائر، وإن شاء الله السؤال يكون خفيف وسهل وانت قدها ان شاء الله. يعني يقول لك في اي عام اوكي راح تستضيف قطر بطولة كأس العالم للملاكمة؟ في اي عام اسمعي، في اي عام تستضيف قطر بطولة كأس العالم للملاكمة؟ 2015. يعني متأكدة؟ إن شاء الله بإذن الله. ما راح تغيرين؟ لا إن شاء الله توكل على 2015. نورة يعني مصممة ما شاء الله عليك، شنو هالثقة هذه؟ والله ها؟ المهم ما بلخبطك. المبروك المبروك. ألف مبروك ألف مبروك. أنا حسيتك بتغيرين بس إجابتك صحيحة ما شاء الله عليك، وحلوة هذه الثقة منكم مشاهدين أن الواحد يعطينا الإجابة بكل ثقة، وإن شاء الله ما في حد خسران معانا في برنامج حياكم في سوق واقف. هذا البرنامج اللي الهدف منه مشاهدين أن نوصل معلومة لنا ونتعلم منها. معانا اتصال جديد. لمياء يا هلا. السلام عليكم. حياك الله، كيف الحال؟ الله يسلمك يعافيك. من وين تكلميني؟ من الغرافة. من وين؟ الغرافة، غرافة الريان. الغرافة، حيا الله أهل الغرافة ويا مرحبا فيك. لمياء أهلا فيك. شاركتي أهلاً. من قبل؟ أيوة. لا والله ما شاركت، هذه أول مرة. طيب يعني أنت متابعة البرنامج من قبل، عارفة طريقة البرنامج؟ أيوة بالضبط. طيب
خلينا نشوف الأبواب لمياء. أيوة. الأبواب قدامك على الهواء. رقم 4 و9 و12 راحوا. السؤال الذهبي راح. الحق ما تلحق. إلى الآن ما حد خذ الحق ما تلحق. فأي باب راح تختارين؟ رقم 2. رقم 2. إذا تبينا نفتح الباب قولي افتحوا الباب توكلنا على الله. افتح الباب توكلنا على الله. توكلنا على الله ونفتح الباب. الحق ما تلحق. الحق ما تلحق. لمياء. أيوة معك. صح صحي معاي. الحق ما تلحق. الحق ما تلحق. عندنا دقيقة. دقيقة. خمس أسئلة صح ولا غلط؟ معاي؟ أيوة معك. خمس أسئلة دقيقة صح ولا غلط؟ جاوبتي من البداية خدتي على طول 1000 ريال. يعني أول إجابة سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث 1000 ريال. طيب؟ هو اختيار بنتي فإن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب إنك بتفوزين إن شاء الله. يا رب الله. طيب. راح نبدأ الوقت، أوكي؟ توكلنا على الله. نتوكل على الله. برج الساعة تم بناؤه عام 1959 صح ولا غلط؟ بسرعة. صح. وأنت صح. أول نادي رياضي تم إنشاؤه في قطر عام 1948 صح ولا غلط؟ بسرعة. غلط. لمياء في وأنت غلط. أنشأت قلعة الزبارة عام 1938 صح ولا غلط؟ قلعة الزبارة 38. أسرع لمياء أسرع. غلط غلط. وأنت غلط. أنشأت مؤسسة قطر الصندوق الإقطري لرعاية البحث العلمي عام 2011 صح ولا غلط؟ صح. وأنت غلط. أنشأت وزارة العدل عام 1970 صح ولا غلط؟ صح. وانت صح. الحمد لله يا رب. 1500 نقول لك 1000 مبروك. الله يبارك. ما في حد خسران الحمد لله، هذا اهم شيء. وان شاء الله نسمع صوتك مره ثانيه وتشاركينا. عموما برج الساعه تم بناؤه عام 1959 صحيح، ويعد اهم معالم الدوحه المعماريه التجميليه القديمه. اول نادي رياضي تم انشاؤه في قطر عام 1948 وهو نادي اتحاد العرب، وكان بمدينة دخان على الساحل الغربي. أنشأت قلعة الزبارة عام 1938 نعم صحيح، وذلك في عهد الشيخ عبد الله بن جاسم الثاني. أنشأت مؤسسة قطر الصندوق الإقطري لرعاية البحث العلمي عام 2011 خطأ، أنشأت في عام 2006 كجزء من التزامها المستمر بإقامة الاقتصاد القائم على المعرفة. أنشأت وزارة العدل عام 1970 نعم صحيح. مشاهدينا هذه المعلومة اللي كانت معانا. راح نطلع فاصل ونرجع لكم من خلال برنامجكم حياكم في سوق واقف، لا تروحون بعيد خلكم ويانا. مشاهدينا ولازلنا متواصلين معاكم من خلال برنامجكم حياكم في سوق واقف. برنامج حياكم في سوق واقف مثل ما ذكرنا دائما وأبدا نرسم الابتسامة على محياكم مشاهدينا، ونوصل المعلومة اللي أستفيد منها أنا أول واحد فيكم صراحة. عموما مشاهدينا متواصلين من خلال الأبواب الحلوة. سؤال عالطاير، الحق ما تلحق، السؤال الذهبي راح، لكن لازلنا متواصلين إن شاء الله والكل ربحان. اتصال جديد ونقول يا هلا وغلا أبو عبد الرحمن. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. الله يحييك أبو عبد الرحمن. من وين تكلميني طال عمرك؟ من الريان. من الريان، والله نعم بهل الريان. أبو عبد الرحمن بقول لك شيء قبل لا نبدأ.
بعد شوي يمكن ما ادري يطلع لي السؤال على الطاير، يطلع لي تلحق ما تلحق، بس الازعاج اللي عندك تقولي لهم يركزون ويهدون على اساس انك تقدرين تجاوبين الاجابه الصحيحه. معاي؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب خلينا نشوف الابواب مع ام عبد الرحمن مع بعض. شايفه الابواب ام عبد الرحمن؟ ايوه ان شاء الله 11. ام عبد الرحمن من الريان واختارت رقم 11، شنو متوقع وراء هذا الرقم يا ام عبد الرحمن؟ ما ادري، ان شاء الله كل خير يا رب. ان شاء الله يا رب. الحق ما تلحق سؤال على الطاير. ان شاء الله اللي فيه الخير الله يكتبه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. زين تبينا نفتح الباب؟ اي توكل على الله. توكلنا على الله نفتح الباب. الحق ما تلحق. أم عبد الرحمن. نعم. الحق ما تلحق. تعرفين الحق ما تلحق 5 أسئلة مدتها دقيقة، صح ولا غلط؟ إن شاء الله. طيب نبدأ. أم عبد الرحمن مستعدة؟ ايه مستعدة. طيب توكل على الله، نتوكل على الله وبدينا. صدر قانون بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر عام 1961، صح ولا غلط؟ بسرعة. صح. وانتي صح. يعتبر مستشفى الرميلة أقدم مرفق صحي في دولة قطر، صح ولا غلط؟ صح. مو قادر أسمعكم عبد الرحمن. وانت صح. تم تشكيل اول مجلس للوزراء في البلاد عام 1975، صح ولا غلط؟ غلط. وانت صح. اول مجله اهليه قطريه هي مجله العروبه، صح ولا غلط؟ غلط. وانت غلط. تم حفر بئر للبترول في قطر، اول بئر للبترول في قطر عام 1938، صح ولا غلط؟ صح. صح وانت صح. 2500 ريال يا ام عبد الرحمن، الف مبروك. الف مبروك. شكرا. ام عبد الرحمن. نعم. كان في حد يساعدك انا اتوقع. كان في حد يساعدك في الإجابة؟ عموماً أم عبد الرحمن إذا كان في حد يساعدك في الإجابة تقاسموا الجائزة مع بعض. حلو يعني أن الواحد بعد يعطي اللي معاه. الأجوبة مشاهدينا، صدر قانون بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر عام 1961، نعم صحيح، لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة. يعتبر مستشفى رميلة أقدم مرفق صحي في دولة قطر، نعم صحيح، حيث تم بناءه عام 1956 وتم افتتاحه عام 1957. تم تشكيل أول مجلس للوزراء في البلاد عام 1975، خطأ، تم تشكيله في 28 مايو 1970. أول مجلة أهلية قطرية هي مجلة العروبة، صح ولا خطأ؟ نعم صحيح، وصدرت يوم الخامس من فبراير من عام 1970. تم حفر أول بئر للبترول في عام 1938، نعم صحيح، وقد تم تصدير النفط القطري لأول مرة في عام 1949. حلو أن احنا نعرف هذه المعلومات ونتداولها بيننا وبين بعض، ترسخ معانا للأجيال القادمة، لعيالنا، لإخواننا. يعني هو ترفيه وهو فائدة، هذا الشيء الحلو في الموضوع، إنه ما يضيع الوقت هدر. اتصال جديد ونقول يا هلا وغلا. ألو. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. يعطيكم العافية، الله يحييك. من وين تكلميني طال عمرك؟ من عين خالد. والله ونعم بهالعين خالد، ما شاء الله اليوم عين خالد ما شاء الله متفاعلين معانا وهذا شيء حلو. يعطيك العافية. تبينا نشوف الأبواب مع بعض؟ إن شاء الله. نشوف الأبواب. خلينا نشوف الأبواب مع بعض. شايفة الأبواب؟
أنا محتارة بين 5 و6. بين 5 و6. إن شاء الله أقول 6. نقول 6. وشنو متوقع ورا 6؟ والله إن شاء الله كله خير. كله خير. إذا تبينا نفتح الباب قولي توكلنا على الله وافتحوا الباب. توكل على الله. افتح الباب. نفتح الباب. طلع لك سؤال على الطاير. على الطاير. سؤال على الطاير. حلو. قيمة 1000 ريال. وإن شاء الله إني أشوف لك سؤال حلو وتجاوبين عليه بإذن الله. واسمعي السؤال راح أكرره لك مرتين. لا تستعجلين في الإجابة. إن شاء الله. في أي عام؟ في أي عام تم تدشين مصحف قطر؟ مصحف قطر. في أي عام تم تدشين مصحف قطر؟ واضح الصوت؟ تدشين. نعم. هو قريب ولا؟ والله أقدر أقول لك قريب مو بعيد. 2002 ولا؟ لا شوفي يعني. ها. يعني أنا أقول لك قريب. يعني أنا أقول لك قريب. 2002. ولا؟ والله يعني. ها. يلا خلينا. خليني أسمع إبداعاتك. يلا بعد. ما أدري. زين أقل من 2009 ولا فوق ولا تحت؟ شوفي أنا أقول لك قريب. يعني حاولي محاولة أخيرة لأن ما أقدر أساعد أكثر. 2006 عاد فاهمني ترى أول مرة أشارك. والله 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 شوفي أنا أقول لك قريب يعني قعدت أعطيتك فأنت ما. قريب قريب يا ده يعني فوق 2009. انت حاولي انت انا شوفي انا ما اقدر اقول لك يعني مو ناقص لاني افر لك الاجابه بعد وخلاص بعد فانت حاولي انك تقولين. يلا 2007 ما ادري. يلا ام جاسم بقلب قوي وبثقه اعطيني اجابه اخيره. يلا ام جاسم انت قدها انا متاكد انك قدها. يلا ام جاسم. يلا ام جاسم انا صراحه محتاره بين 2006 7 و9 بس بقول 2007. يعني ما تبي تغيرين؟ لا والله اغير وين فوق ولا تحت؟ انا اقول لك ما تبين تغيرين؟ انا ما ادري صراحه انا يا 2009 يا 2007. والله يا ام جاسم والله ودي انك تفوزين معانا ولكن طيب فوق 2007 ساعدني هذا اخوي اول مره. اخر اجابه اخر اجابه اخر اجابه, إجابة. قولي رقم قولي رقم قولي رقم. انت ما قصرتي ترى قلتي ارقام كثيره. هم من ضمنهم الاجابه الصحيحه؟ احنا قاعد اقول تقولي رقم معناته واضح انه مش من خلاص خلاص 2007 توكل على الله ربك كريم. 2000 وكم؟ 2007. والله ام جاسم كان ودي انك تفوزي معانا ولكن ام جاسم حددي الاجابه. ام جاسم حددي الاجابه. أم جاسم راحت. معليش معليش يا أم جاسم معليش يا أم جاسم لأن والله العظيم كثير قلتي أرقام وأنا أنا ما قدرت يعني ما قدرت حتى إني أثبت رقم من الأرقام اللي أنت قلتيها. أنت قلت 7 8 9 ورجعتي 7. عموما مثل ما قلنا لكم مشاهدينا السؤال على الطاير ناخذ محاولتين بعد المحاولة الأولى. والسؤال أنا أتوقع المتصل الثاني إذا كان متابع راح يجاوب على طول. أفراح يا هلا. السلام عليكم. هلا مرحبا. عليكم السلام حياك الله. أفراح الله يحييك. هلا أخوي أفراح. قولي آمين. آمين. الله يجعل إن شاء الله أيامك كلها أفراح على اسمك إن شاء الله بإذن الله الجميع. أفراح. نعم. السؤال أتوقع أنك سمعتيه يعني من الخوف اللي فيه. لا يا أفراح لا يا أفراح لا يا أفراح وصلك أفراح والدنيا حلوة وفرحة ونازة يعني المفروض أن تسامع. نعيد لك السؤال تامرين. في أي عام تم تدشين مصحف قطر؟ في أي عام تم تدشين؟ في أي عام متى تدشين؟ تدشين نعم دشن هذا المصحف الكريم. مصحف قطر. تدشين مصحف وشو؟ مصحف قطر. مصحف قطر.
أفراح. نعم. أنت تسمعين السؤال؟ تسمعين السؤال عدل؟ نعم. ولا قاعد تكتبين؟ أنا ما أدري، يعني أحس إنك قاعد تنقلين لك. لا إن شاء الله بتجاوب. في أي عام تم تدشين مصحف قطر؟ 2010. أفراح. متأكدة؟ 11 إن شاء الله. أفراح. نعم. أنت قلتي كم رقم الحين؟ أعتقد 11 مصحف قطر. أفراح أنت يعني ما أدري، أنت قلتي 2011؟ أنا قلت 11 و10 بس لا تخربطنا الله يرضى عليك. ما راح أخربطك. 2010 2011. أي صح؟ نعم. زين اختاري واحد منهم. وأنا متأكد إنك راح تختارين الإجابة الصحيحة. الله يخليك وهيك، أنزل ولا أطلع؟ ها؟ 10 ولا 11؟ إيه؟ وش أقول؟ وأنت قدها أفراح، يلا قولي بسرعة أفراح. أحسنتي، كم؟ 11. لا يا أفراح خلت، أنا قاعد أقول لك اختاري. أفراح. 10. متأكدة؟ إن شاء الله بإذن الله يا رب. ألف مبروك، ألف مبروك، ألف ريال. أحسنتي. ألف مبروك. العفو، العفو. في أي عام مشاهدينا تم تدشين مصحف قطر؟ في عام 2010، وذلك يوم 9 مارس. هذه المعلومة مهمة أن احنا نحفظها. معنا اتصال جديد ونقول يا هلا وغلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا عبد الله. الله يحييك. من وين تكلمني طال عمرك؟ من الوكرة. والله ونعم بهالجنوب، يا هلا بهالوكرة، حياك الله. نعم فيك. الله يحييك. عبد الله. بلى. شاركت من قبل في البرنامج؟ لا والله أول مرة. أول مرة، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة. نبي مساعدتك. إن شاء الله. عبد الله متابع البرنامج أنت؟ إيه. أول حلو. حلو، يعني تعرف سؤال على الطاير شنو، وتعرف الحق ما تلحق، وتعرف طريقة البرنامج، حلو؟ طيب. خلنا نشوف الأبواب مع بعض عبد الله، إيش رأيك؟ شوف الأبواب. الأبواب قدامك على الهواء، شايفها؟ 5. عبد الله ركز معاي وصحصح وقول حق اللي حواليك يهدون شوي عشان نقدر نسأل ونجاوب بسرعة إن شاء الله. طيب 2 4 6 9 11 12 راحوا، باقي الأبواب تحت أمرك يا عبد الله يا ولد الوكرة. يلا اختار بوابة رقم 5. كم الرقم؟ رقم 5. عبد الله ترى صوتك انا مو قادر اسمع عدل، حاول انك تكون واضح معي بس عشان الاسئله. اذا تبينا نفتح الباب قول افتحوا الباب توكلنا على الله. افتحوا الباب نتوكل على الله. توكلنا على الله ونفتح الباب. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق يا عبد الله. عبد الله. نعم. عبد الله معاي؟ نعم نعم. الحق ما تلحق، ترى عندك دقيقة، إذا بتتأخر راح يمر الوقت عليك. حاول إنك تكون سريع، عندك دقيقة. 5 أسئلة صح ولا غلط؟ معاي؟ عبد الله نبدأ؟ نتوكل على الله؟ نتوكل على الله. توكلنا على الله نبدأ. تم الاحتفال بالدوحة عاصمة للثقافة العربية عام 2007، صح ولا غلط؟ غلط. وانت صح. عزف النشيد الوطني الحالي لأول مرة عام 1996، صح ولا غلط؟ غلط. وانت غلط. العرشان الضايعة هي شعاب مرجانية متناثرة، صح ولا غلط؟ صح. وانت صح. دخلت قطر موسوعة جينيس بأكبر علم في العالم عام 2013، صح ولا غلط؟ غلط. وانت غلط. أنشأت بلدية الدوحة عام 1973، صح ولا غلط؟ صح. يا الله عبد الله، عبد الله اللي عندك صح. اللي عندك
اللي عندك انا المشكله شوف عندك 1500 ريال عبد الله حبيبي انا في الحق ما تلحق ما اقدر انك تقول لي صح وترجع تقول لي غلط عرفت لان هي حلوه انها تكون سريعه وفيها اثاره بس قول حق اللي جنبك ها قول له ما في من ال 1500 ريال ما في شيء كل اللي اعطاك اياهم غلط عموما الف مبروك 1500 ريال عبد الله وان شاء الله ما تحرمنا من صوتك وتتواصل معانا دائما تم الاحتفال بالدوحه عاصمه للثقافه العربيه عام 2007 خطا تم الاحتفال في عام 2010 عزف النشيد الوطني الحالي لاول مره عام 1996 صحيح وذلك عند استقبال قاده دول مجلس التعاون الخليجي في القمه الخليجيه العرشان الضائعة هي شعاب مرجانية متناثرة نعم صحيح وتوجد في بعض الهيرات وقد تتسبب في فقد بعض الغاصة غرقا والسبب في ذلك علوق أو يتعلق الحبل فيها دخلت قطر موسوعة جينيس بأكبر علم في العالم عام 2013 هذا ما جاوب عليه للأسف نعم صحيح وذلك خلال احتفال اليوم الوطني أنشأت بلدية الدوحة عام 73 خطأ أنشأت عام 1963 كأقدم بلدية في الدوحة في الدولة وكانت تحمل اسم بلدية قطر مشاهدينا متواصلين معاكم ومع الإثارة من خلال برنامجكم برنامج الأسئلة والفائدة ورسم الابتسامة على وجهكم حياكم في سوق واقف راح نطلع فاصل ونرجع لكم لا تروحون بعيد خلكم ويانا حياكم الله ويا هلا وغلا فيكم مشاهدينا ولا زلنا متواصلين معاكم من خلال برنامجكم حياكم في سوق واقف وما ادري اذا الصوت اللي وراي ينسمع وهذه الفعاليه الحلوه في اجواء سوق واقف ما شاء الله يعني رغم الجو الحار شوي الا ان الناس موجوده تنسينا حراره الجو والحمد لله يعني الممرات فيها التكييف والاجواء الحلوه فنقول لكم حياكم وين؟ في سوق واقف ما نبي نطول عليكم احنا وصلنا الى اخر فقره من فقرات برنامجكم حياكم في سوق واقف فقره عكس فقره التصوير ويعني بنتكلم عنها بعد شوي ما بيطول عليكم نبي ناخذ اتصال ونقول يا هلا وغلا مرحبا عاشا اهلا حياك الله الله حياك عاشا من وين تكلميني الخور من الخور ويا هلا وغلب هلا الخور بيت بيت حياك الله اختي عاشة عاشة باقي عندنا 1 و3 7 8 10 نشوف الأبواب مع بعض على الهواء وتختارين واحد من الأرقام اللي قلت لك إياها 1 3 7 8 10 وفالك التوفيق إن شاء الله يا رب كم 7 رقم 7 عاشة شنو متوقع وراء هالرقم؟ ما أدري هالخمس إن شاء الله خير سؤال عطاير ولا الحق ما تلحق؟ سؤال عطاير والله ما أدري إيش رأيك نفتح الباب توكل على الله؟ يلا توكلنا على الله ونفتح الباب ونشوف سؤال على الطاير ما شاء الله عليك سؤال على الطاير طيب خلينا أشوف لك سؤال يعني سهل السؤال يقول ما هو اسم أول قمر صناعي قطري انتبهي أول قمر صناعي قطري معاي عاشة ايه أول قمر إيه؟ صناعي قطري ما اسمع ايه عاشة والله مو سامعك عدل علي صوتك بس شوي سهيل يمكن قلتي شو اللي قلتي سهيل سهيل قلتي سهيل ايه معليش لان انا يجي عندي صدى فما قدرت اسمعك عدل متاكده من الاجابه
أظن. أزين سهيل واحد ولا اثنين؟ واحد. وانت صح. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك اختي عاشة. ألف ريال. نعم ما هو اسم أول قمر صناعي قطري مشاهدينا؟ سهيل واحد، وتم إطلاقه في 29 أغسطس عام 2013. اتصال جديد. اتصال جديد ونقول يا هلا وغلا. بخيت حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. يا مرحبا يا بخيت. عليكم السلام. ايش حالك الطيب؟ سان حالك الله يرحم والديك. من وين تكلمنا بخيت؟ المناصير. من المناصير. يا هلا وغلا بالمناصير وضواحيها. بيت بيت. حياك الله. يفداك الله. بخيت لبيك. بخيت وإن شاء الله أنه على اسمك دائم بخيت إن شاء الله. قل أمين. الله كريم. تبين أشوف الأبواب يا بخيت؟ أبي ثمانية. تبين أشوف الأبواب مع بعض؟ أوكي بخيت. تعرف طريقة البرنامج، تختار باب ويجيك سؤال وتجاوب عليه معاي؟ أوكي. أي معك معك. الله كريم. طيب طيب عندنا واحد وثلاثة وثمانية وتسعة وعشرة. سوري، واحد وثلاثة وثمانية وعشرة. ايش تقول؟ أعطني ثمانية. أعطني ثمانية. ثمانية. طيب خل نفتح الباب. الله كريم. نفتح الباب. بخيت شوف الحين طلع لك. الحق ما تلحق. لبيت في منى. الحق ما تلحق. يحتاج منك سرعة بديهة. يحتاج منك تقول لي صح ولا غلط. حلو حلو. أنت بخيت عندك دقيقة. ها إن شاء الله. أنت تشوف التلفزيون قدامك؟ إيه إيه. طيب لأنه بيطلع عندك توقيت. أول ما يطلع الوقت عندنا دقيقة. أول ما أسألك تقول لي صح غلط صح غلط. انتبه لي. بسأل. توكلنا على الله بخيت. ونعم بالله. توكلنا على الله. يقول لك أنشئت أول مطبعة في البلاد عام 1955 صح ولا غلط؟ صح. وانت صح. انضمت قطر لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عام 1961 صح ولا غلط؟ صح. وانت صح. تولى الشيخ عبد الله بن جاسم الثاني الحكم عام 1913 صح ولا غلط؟ صح. وانت صح. ما شاء الله عليك. مسعفة هي عبارة عن سمكة سامة تشبه الطبق صح ولا غلط؟ غلط. وانت غلط. تم إطلاق مؤسسة علم لأجل قطر عام 2000 صح ولا غلط؟ غلط. علم علم لأجل قطر. وانت صح. وألف ألف ألف مبروك. 2500 ريال يا بخيت. ما شاء الله عليك. وجهك وجهك وجهك. ألف مبروك. تستاهل. ولا تحرمنا من سماع صوتك. شاركنا دائما يا بخيت. وإن شاء الله الكل فايز. مشاهدينا مثل ما قلنا لكم احنا الهدف من برنامجنا نوصل المعلومة. نذكر الإجابة. أنشئت أول مطبعة في البلاد عام 1955. نعم صحيح. وذلك عندما أسس عبد الله حسين نعمة مطابع العروبة. انضمت قطر لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عام 1961. نعم صحيح. تولى الشيخ عبد الله بن جاسم الثاني الحكم عام 1913. نعم صحيح. أم سعفة هي عبارة عن سمكة سامة تشبه الطبق. نعم صحيح. وسميت بذلك بسبب مشابهة بأنها مشابهة مشابه ذيلها للسعفة النخيل. تم إطلاق مؤسسة علم لأجل قطر في عام 2000 أو علم لأجل قطر عام 2000 خطأ. تم إطلاقها في مارس 2014 وذلك بهدف استثمار خريجي دولة قطر المميزين في منظومة التعليم العام. ومتواصلين معاكم وناخذ اتصال جديد ونقول يا هلا وغلا. مرحبا. علي مساك الله بالخير. يا علي مساك الله بالنور. هلا وغلا. من وين تكلمني؟ من الغارية.
ما شاء الله والنعم بهالجمال. يا هلا يا هلا مرحبا. البحر ما في حولي تلفزيون. الله الله ان شاء الله انك فايز. على البحر ها حداك؟ لا لا والله كشته كشته. طيب شلون الاجواء عندكم؟ اكيد براد عاد هناك الشمال اكيد براد. الحمد لله اجواء زينة. حلو قضيتوا العيد هناك ولا توكم طالعين؟ لا 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 اليوم بس. ما شاء الله انت اصلا من هل الشمال علي؟ لا انا من ام العمد. اي ونعم من هل الشمال يعني الشمال وضواحيها. اي نعم ان شاء الله بنسير عليكم ان شاء الله. حياك الله. الله يحييك علي. طبعا احنا باقي عندنا 1:13 من الابواب. طريقه البرنامج سؤال الحق ما تلحق او سؤال على الطاير لان السؤال الذهبي راح. تطلب واحد من الابواب وتشوف حظك. 1:13 اختار. احنا راح نشوف ثلاثة. لان انت قلت ما عندك تلفزيون راح نشوف الابواب على الهواء واختار رقم 3. رقم 3 نتوكل على الله ونفتح الباب. يلا توكلنا على الله. توكل على الله. سؤال على الطاير. سؤال على الطاير يا علي وإن شاء الله فالك التوفيق إن شاء الله. شوف سؤال إن شاء الله أنه حلو وسهل. يقول لك ما هو أول ميناء يستخدم لتصدير النفط القطري؟ أول ميناء. أول ميناء يستخدم لتصدير النفط القطري. الشباب اللي طالعين معاك في الكشتة خلي يشدون حيلهم ويركزون. أول ميناء يستخدم لتصدير النفط يعني في قطر. النفط القطري أول ميناء في قطر. لفان هو ولا دخان؟ أمسعيد. أمسعيد متأكد ولا أمسعيد؟ متأكد علي؟ ان شاء الله. يا اخي هل الشمال انتم تخوفون يا اخي كلهم هالشكل يعني عندهم الثقه ولا بس انت علي؟ والله ما ادري. الف مبروك. الف مبروك. صح صح يا علي. الف مبروك. الف ريال ولا تحرمنا من صوتك. شاركنا دائما يا علي. تحياتي للشباب اللي معاك كلهم. ما هو اول ميناء؟ الله يسلمك يا اخوي. الله يسلمك حياك الله. ما هو أول ميناء مشاهدينا يستخدم لتصدير النفط القطري؟ نعم ميناء أم سعيد معروف في الجنوب. والحين مشاهدينا وصلنا لفقرة عكس. فقرة عكس مثل ما أنتم عارفين مشاهدينا الكل يصور في أي زاوية من زوايا سوق واقف. أي مكان في سوق واقف سواء بكاميرا احترافية أو حتى بالجوال. يعني على أساس تدرون نحن متعاونين معاكم. صور من زاوية حلوة يعني مكان حلو منظر حلو وارسل على الهاشتاج هاشتاج حياكم اندرسكور في اندرسكور سوق اندرسكور واقف. ارسل الإجابة سوري الصورة. وللحين أنا متفاعل مع الأسئلة والأجوبة معلش. وإن شاء الله فالك التوفيق. عموما نشوف الفائز معانا اليوم ونقول له ألف ألف مبروك فاز معانا ب 3000 ريال. محمد علي عبد الله المري. محمد علي عبد الله المري اذا انت تشوفنا الحين نقول لك الف مبروك. الف مبروك محمد علي المري. والكل يشارك معانا 3000 ريال مشاهدينا. طبعا احنا وصلنا الى ختام حلقه اليوم وان شاء الله نلتقي وياكم الخميس الجاي والجمعه. ولا تحرمونا من تواصلكم. الكل يتواصل معانا وإن شاء الله يا ربي إن في هذه الحلقة قدرنا نرسم الابتسامة على وجهكم وتكونون راضي علينا راضين علينا جميعا. تقبلوا تحياتي وفمان الله.